Medulla oblongata, stimulation, patient have left-sided head injury, bullet injury. The complication or the result was right-sided hemiplegia, upper and lower lungs. Now I put the needle here to the level of the C2, level of the cervical spine. And here this is the medulla oblongata. And now I will stimulate the left loop or the left motor center of the brain toward the right-sided. See here in the needle, and this is the posterior tubercle of the, and this existing foramen of the C2, C3. Now see the stimulation. Sorry. Now I will give sensory stimulation. No? This is sensory stimulation. I'll go the procedure. See, I'll take تحفيز محمد. See the light. See the stimulation. تحس الكهرباء تنزل عندك. يجوا. Okay. See, I am stimulating the medulla oblongata from the left side to stimulate the right side. Okay. خلصنا. هذا. Finish. حرك. شلون تتحرك هاي قبل؟ هيج؟ تحرك فوق؟ لا هاي بالبداية ما تتحرك هذا قصدك هذا الكاحل اي بس هاي عندي كانت تتحرك هاي بس هاي من هيج كاحل هو هذا هو سقوط القدم من هاي يصير تحرك اي هذا خلاص حرك اللي فوق اصابع اللي فوق هاي نهائيا كانت ماكو اي هاي ماكو ها؟ حرك حرك لا تقوى مو؟ ها؟ وين مكان الطبقة عندك؟ من هاي الزاوية كلش صغيرة قد بقيت بالعناية بقيت ثلاث أيام فاقد الوعي؟ فاقد الوعي اي تحرك قد صار الإصابة كم سنة؟ من 2010 سبع سنوات تحرك أنا هاي آخر ثلاث سنين دكتور يعني وقف عندي مقارنة وقف عندك التحسن اي بس هي في البداية مرتين يعني يمكن أربعة أشهر خمسة شوي منتج أمشي على عكازة بعدين مشيت على عكازة وراها إنه ببيت العكازة قال أمشي على رجلي حتى إذا يعني نفسك جر ارفعها لي فوق ارفعها؟ لا لا بلا ارفعها لي فوق شوفوا اختلفت الرفع عندك أقوى صارت؟ أقوى؟ أقوى يلا ارفع القدم مالتك بس اي نزل نزل صعد صعد نهائيا ما صارت خلال هاي السبع سنوات هاي الحركة لا هي هاي الحركة هاي الجديدة كلها جديدة هسه اليوم يعني لا مو هيجي لا بس كانت تبدي يعني حركات يعني لا لا هاي هاي الصعدة اللي فوق لا لا هذا هاي هسه اليوم بعد التحفيز ها؟ ابد ما صاير عندك خلال هاي السبع سنوات هاي الحركه ما اي ما صار عندي هيك يعني هيك بسرعه بهال بس يعني صارت نوعا ما هيك يعني ما كان عندك هيك جزء بس هيك هاي عندك هاي منها ماكو هاي الرفعه ماكو ارفع Okay.